السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات. درسنا اليوم استراتيجية حل المسألة، التحقق من معقولية الإجابة. يرغب أيمن في شراء مجموعة من الكتب تكلف 129 ريال، إذا اشتراها ب 75% من ثمنها الأصلي هل يكون ثمن الشراء 30 أم 60 أم 90 ريالا؟ وضح إجابتك. أقول يا شباب 129 تقريبا 130، 50% من 130 يعني 130 ضرب نص يعني 65، يعني 75% أكبر من 50، يجب أن يكون ثمن الشراء أكبر من 65، يبقى ثمن الشراء يجب أن يكون 90 ريالا تقريبا. التحقق من معقولية الإجابة، احسب 75% من 129 يعني 75% يعني 3/4 ال 129 يعني 96.75، ثمن الشراء 96.75 ريال. مع عزام 350 ريال يريد أن يشتري مجموعة من الملابس، فإذا كان سعر الثوب 154 ريال وسعر الغترة 90 ريال، فهل يكفي المبلغ الذي يتبقى معه لشراء حذاء بمبلغ 126؟ هشوف يا شباب، الثوب ب 154، الغترة ب 90، والحذاء أعزكم الله ب 126 ريال، اجمعهم ثمن المجموعة كاملة 370. المبلغ المتبقي لا يكفي لأن 370 أكبر من 350. عندي التحقق من معقولية الجواب، ثمن الثوب والغترة 244، جمعت الاثنين على بعض، الباقي أطرحهم من 350 يكون 106، فهل 106 أكبر أم أقل من 126؟ أقل من 126، إذن المبلغ لا يكفي لشراء الحذاء. يتقاضى بدر مبلغ 30 ريال عن كل ساعة عمل، فإذا خطط للادخار مبلغ لشراء هاتف نقال ثمنه 1100 ريال، فهل تكفي 20 أو 30 أو 40 ساعة عمل لذلك؟ أول ساعة واحدة 30، 10 ساعات 300، 20 ساعة 600، 30 ساعة 900، 40 ساعة 1200 ريال. يبقى 40 ساعة عمل تكفي لشراء الهاتف النقال لأن 1200 أكبر من 1100. التحقق 20 ضرب 30 600 أقل، 30 ضرب 30 900 أقل، 40 ضرب 30 1200 أكثر. إذن أي أن 40 ساعة عمل تكفي لشراء الهاتف النقال. سعدنا بحضوركم وعلى أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.